امور والله حلوه ده كده. احنا بنتكلم دم خفيف اهو. كلم بقى الراجل كويس براحة. بقى، حط جون برجله في حلو، وادي دجله. بس جون حلو عندك. طيب نتفرج لا عليه. ما بنتفق، ما عندناش حقوق ليه. لا اوكي تمام. اشوف اخش اتفرج. جون حلو بجد، هو يعلم فعلا. والله حط الكوره كده قدامه وشاطها في المقص. لعيب كويس والله، انا بقول لعيب كويس والله، لعيب كويس، لعيب كويس. طيب انا ما قلتش انه وحش خالص. المشكله امال ايه المشكله؟ انا مش عارف هم يعني مش عارف. انت برضه ما انت بتدي حاجات من والله تحت. ما قلت حاجه، انا قلت يعني عارف محتاج يشتغل شويه بس. هو عيب انك محتاج تشتغل؟ لا هو طب ما هو ليه هو ليه جمهور الزمالك شايفه رونالدو؟ ليه؟ ليه؟ انت شايفه رونالدو؟ السؤال بقى انت شايفه، رد على قد السؤال. مفيش حد زي رونالدو. انت شايف بس خلاص يا حبيبي، مفيش حد زي رونالدو. هو انت جايب لعيب في الدوري المصري او في تقول شايفه زي رونالدو؟ يعني انت ما لقيتش غير رونالدو؟ طب ما تشبهه بحاجه ثانيه. ميسي؟ ايه؟ ميسي؟ لا مش للدرجه دي. ما حدش قال لك ان هو رونالدو، وما حدش قال لك ان هو ميسي. أيوة، لكن قال لك ان ده لعيب واعد صاعد. أيوة، محتاج الدعم. أيوة. محتاج ان انت تقف جنبه وتحفزه وتشجعه. طيب. بس هو تقريبا كلامك جايب معاه حاجه ايجابيه. انت لو شكرت الواد ده امه دعيانه. والله يعني كل ما تتكلم عليه ربنا يكرمه ويوسع. خلاص.